السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. في هذا الفيديو راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، وعندنا اخبار مفرحه عن المنتخب، بالاضافه الى انه راح نشارك معك ملامح قائمه المنتخب الوطني الجزائري النهائيه اللي راح نشاركوا بها ان شاء الله في بطوله كاس افريقيا سنه 2024 بساحل العاج، وراح نكشف لكم حوالي 3 إلى 4 لاعبين رسميين راح يكونوا في القائمه الزي كرام النهائيه. وطبعا نكشف لكم عن الأسماء هذه راح تكون مفاجأة من العيار الثقيل، وطبعا ما راحش نكشف لكم عن أسماء بديهية أنها راح تكون في القائمة النهائية مثل رياض محرز، رامي بن سبعيني، وأنثوني مانديريا، هذوك أوتوماتيك ما راح يكونوا في القائمة النهائية، ولكن باغي نشارك معاك مفاجأة بالماضي في قائمة المنتخب الوطني الجزائري النهائية، كل التفاصيل راح نتعرفوا عليها بالإضافة إلى أخبار ونقاط أخرى مهمة سنتطرق إليها في الشطر الثاني من هذا الفيديو، فابقوا معنا. وإذا كنتم تشاهدونا للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. طبعا عندنا هذه الاحصائيه من احصائيات القناه الخاصه بنا عزيزي الكرام، كاينين بزاف ناس يشاهدوا الفيديوهات نتاعنا باستمرار وهم غير مشتركين. عزيزي الكرام زر الاشتراك بالمجان، فاشتركوا في القناه باه نوصلوا 500,000 متابع قبل نهايه السنه. على بالي تقدروا لها عزيزي الكرام، درتوا ريمونتادا مع رياض محرز ما ديروش ريمونتادا في هذه القناه، خليونا عزيزي الكرام نديوها تحدي ونشوفوا واش راح نوصلوا 500,000 متابع ام العكس، تقدروا لها. على كل حال طولت عليكم البدايه، ندخل مباشره الى صلب الموضوع. قائمة بالماضي الموسعة اللي بعثها الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى الكاف في الآونة الأخيرة بدأت تتقلص، وبدأت أيضا تصل إلى العدد المطلوب 27 لاعب باه يعلن عليها بالماضي في الأيام المقبلة، وراح تكون القائمة النهائية باه نشاركوا بها في بطولة كأس أفريقيا سنة 2024 بساحل العاج. وطبعا ملامح قائمة المنتخب الوطني الجزائري بدأت تظهر شيئا فشيئا. نبدأ حاليا بالغيابات، النقطة الأولى نبداو بالغيابات. الغيابات أعزائي الكرام عندنا غيابات شبه رسمي وكذلك غيابات رسمية، يا إما بداعي الإصابة أو النقص الحاد في المستوى. طبعا من المتوقع أنه راح يتغيب بدر الدين بوعناني، جوان حجام، أحمد طوبة، وياسر العروسي، وكذلك أيضا حسام عوار. هؤلاء اللاعبين أعزائي الكرام يا إما راح يتغيبوا أو يعني مهددين بالغياب من بطولة كأس أمم إفريقيا. طبعا هذه تبقى فقط توقعات، وأعتقد باللي أنه كاينين لاعبين آخرين هم في أتم الجاهزية باه يخوضوا بطولة كأس أمم إفريقيا بالماضي، سيخدم بالمنطق وسيستدعي اللاعبين الآخرين عوض هؤلاء اللاعبين. للأسف الشديد أنا كنت مدبية كامل اللاعبين يكونوا واجدين باه يعني تكون منافسة مشتدة بين اللاعبين، ولكن إن شاء الله ما قدر فعل. هؤلاء اللاعبين أعزائي الكرام يا إما أبعاد كل البعد عن المنافسة وراهم ناقصين في المستوى، يا إما تعرضوا للإصابات فغيابهم بنسبة 95%. ننتقل حاليا أعزائي الكرام إلى الأسماء اللي قلت لكم عليها مفاجئة وراح تكون في قائمة بالماضي الرسمية. طبعا النقطة الثانية راح نتكلموا عن عودة اللاعبين بعدما تكلمنا عن لعنة الإصابات واللاعبين الذين سيتغيبون. عندنا يوسف بلايدي، اليوم أكدت مصادر محلية عن عودة هذا اللاعب، لاعب مولودية الجزائر، لقائمة بالماضي الرسمية والنهائية يعني المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، حيث قام اللاعب بمنح جواز سفره للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل إتمام إجراءات حصوله على التأشيرة الإيفوارية تمهيدا لعودته لصفوف المنتخب الوطني الجزائري، بالإضافة أن اللاعب تعاقد مع محضر بدني خاص من أجل استرجاع لياقته البدنية وخفته. في انتظار إعلان القائمة الرسمية، يعني اللاعب هذا ما دام أعطى يعني الجواز السفر الخاص به إلى الاتحاد الجزائري قصد يعني بالحصول على التأشيرة الإيفوارية، مليار بالمئة راح يكون في القائمة النهائية. وطبعا يعني حضور هذا اللاعب كان متوقع بشكل كبير جدا أعزائي الكرام في بطولة كأس أمم أفريقيا، نظير مستواه اللي راح يقدمه مع نادي مولودية الجزائر هنا في البطولة المحلية، وكذلك أيضا حتى بالماضي كان راح يعني يعول عليه في بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل كبير جدا. بالنسبة للنقطة الثانية هي عودة الحارس القديم الذي تحمل الجماهير الجزائرية معه ذكريات تاريخية، ألا وهو فوزي غلام. فوزي غلام رسميا عاد منذ مدة إلى خطط جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري، وبالماضي أرسل له استدعاء لكي يكون جاهزا للعب في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة في الفترة ما بين 13 جونفي إلى 11 فيفري في ساحل العاج.
يعني غلام، هذه هي المفاجأة أعزائي الكرام الكبيرة، غلام عاد إلى قائمة المنتخب الوطني الجزائري وراح يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا. طبعا كي سمعت هذا الخبر كانت مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أن اللاعب متقدم في السن. نعم، وكذلك عندنا بزاف لاعبين شباب، فالسؤال اللي تطرحه أنت كمناصر، ما هو سبب عودة فوز غلام للمنتخب الوطني الجزائري وسبب استدعاء بلماضي هذا اللاعب من الأساس؟ طبعا عندنا زوج نقاط. النقطة الأولى هو أنه عندنا نقص حاد في يعني في المستوى وكذلك في المنافسة للدول الجزائري، كل من جوان حجام وياسر العروسي اللذان ينشطان يعني على مستوى الظهير الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري. يعني احتمال كبير جدا 90% هؤلاء اللاعبين ما راحش يكونوا حاضرين معانا، واللاعب هذا فوزي غلام راح يكون حاضر في بلاستهم. النقطة الثانية هي عودة فوزي غلام لمستواه المعهود بعد إصابة كانت طويلة جدا. فكي نشوفوا الاحصائيات، اللاعب عزيز كرم راه قدم مباريات كبيره ما شاء الله، اخر 10 مباريات كما قلنا سجل هدف وقدم اسيست مع نادي هاتاي سبورت، حيث راه يشارك بانتظام يعني في مباريات فريقه في الدوري التركي مع فريقه هاتاي سبورت. فاللاعب كيف الماضي شاف الاحصائيات نتاعو، وما دام انه هذا اللاعب كان يعني الابواب كانت الابواب مفتوحه لعودته، واللاعب ما دام يقدم مستويات كبيره في ظل غياب يعني المنافسه للاعبين الاخرين اللي يلعبوا في نفس منصب هذا اللاعب، بالماضي قال نختار هذا اللاعب ونشارك به في بطوله كاس امم افريقيا. وطبعا هذا اللاعب اعتقد انه كي راح يعود الى المنتخب الوطني الجزائري بحكم الخبره نتاعو الكبيره في صفوف الخضر وكذلك المستوى نتاعو اللي كنا تعرفنا عليه في السابق، حاجة بين عزيزي الكرام اللاعب سيفجر طاقته إن شاء الله فوق أرضية الميدان، ولكي يستعيد ذكرياته السابقة، وما دام أنه وصلته الدعوة هذه الفرصة لا تعوض، خاصة أنه اللاعب راح كبير في السن، ستكون يعني على سبيل المثال آخر نسخة له يلعبها عزيزي الكرام يعني بقميص المنتخب الوطني الجزائري، فسيفعل المستحيل من أجل الذهاب بعيدا بالمنتخب الوطني الجزائري في هذه البطولة. فما هو رأيكم أنتم في صندوق التعليقات حول هذه المفاجأة؟ عندنا يوسف بليلي عاد، كذلك ايضا حتى اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام اللي تغيب عن المنتخب الوطني الجزائري للعديد من المباريات وللعديد من التربصات. ننتقل حاليا الى الخبر الموالي، من بعد نكمل اعزائي الكرام في سلسله اللاعبين اللي راح يعودوا للمنتخب الوطني الجزائري وملامح قائمه المنتخب. طبعا رسميا منذ لحظات محكمه يعني نيس تفصل رسميا عن نوع عقوبه يوسف عطال. اليوم يوسف عطال عزيزي الكرام كان في المحكمة، والمحكمة يعني دارت لايف، يعني ما فهمتش حتى الإعلام كان حاضر عزيزي الكرام، القضية أصبحت قضية عامة ورأي عام، ولكن يعني القضاء هنالك في نيس أكد قائلا باللي أنه رسميا هذا اللاعب سيلتمس 10 أشهر سجن غير نافذ ضد يوسف عطال، يعني 10 أشهر سوسي، زائد غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو مع إلزامية نشر قرار المحكمة لمدة شهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام. الحمد لله يعني جات هذه العقوبه ولا اكثر، يعني الحمد لله اللاعب راح يكون حاضر معنا في بطوله كاس امم افريقيا وذلك بشكل رسمي ان شاء الله. واللاعب هذا عزيزي الكرام بالماضي سيشحن طاقته قبل بطوله كاس امم افريقيا، ويحاول هذا اللاعب بعد كل هذه البلبله اللي صارت له في الدوري الفرنسي بسبب منشور واحد عزيزي الكرام في بلد يعني يدعي حريه التعبير، يعني راح يفجر طاقة فوق أرضية الميدان في بطولة كأس أمم إفريقيا ويرد على الجميع من كان ضده في الآونة الأخيرة. وأعتقد أنه عزيزي الكرام باللي أنه هذا السيناريو اللي عاشه في الآونة الأخيرة في المحاكم وإلى آخره يعني راح تكون نقطة إيجابية ونقطة تحول بهذا اللاعب يفجر الطاقة نتاعو فوق أرضية الميدان. فهذا اللاعب عزيزي الكرام اللاعب الثالث الذي سينضم إلى المنتخب الوطني الجزائري وراح يكون حاضر في القائمة وذلك بصفة رسمية. بالنسبة للاعب الموالي والرابع ألا وهو زين الدين بالعيد، رسميا لاعب اتحاد العاصمة زين الدين بالعيد هو الآخر يتواجد في القائمة النهائية للمنتخب الوطني الجزائري، وأعتقد أنه بالماضي استدعى هذا اللاعب لكي يحل محل أحمد طوبة اللي راه غائب بشكل كبير جدا عن المنافسة مع فريقه الإيطالي نادي ليتشي. أما بالنسبة للخبر الموالي المحزن، كشفت لنا مصادر محلية اليوم أن نادي ويستهام اللندني سيمنع سعيد بن رحمة من أجل عدم لعب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري، وجمال بلماضي يتجه للاعتماد على يوسف بليلي يعني مكان هذا اللاعب سعيد بن رحمة.
فسعيد الرحمة راح يضيع الكان حسب آخر الأخبار، وأن النادي اللندني سيقف في طريق هذا اللاعب مهما يتداقلش إلى المنتخب الوطني الجزائري باه يشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا. لازم على الفيفا تتدخل على الجزائر الكرام حسب رأيي الشخصي، ولكن إذا ما وصلتوش كونفوكاسيون من الأساس يعني سعيد الرحمة، فهنا الجزائر الكرام الفيفا ما عندها ما تتدخل على الجزائر الكرام، واللاعب سيكون مع ناديه وذلك بشكل عادي، لأنه ديجا ما راحش يستدعيه حسب آخر الاخبار. على كل حال، عدة مفاجاه من العيار الثقيله انا شاركتها معكم في هذا الفيديو. 4 لاعبين راح يكونوا في القائمه النهائيه، كل من يوسف عطال، كذلك يوسف بلايلي، زين الدين بن عيد لاعب اتحاد العاصمه، وكذلك عوده قويه لفوز غلام بعد سنين طويله الى المنتخب الوطني الجزائري. فما هو رايكم انتم في صندوق التعليقات حول هذه المفاجاه؟ وايضا خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، ما رايكم حول محاكمه اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال؟ يعني كانت ارحم بكثير اعزائي الكرام حسب رايي الشخصي. الحمد لله جات هكذا والى اكثر، ولكن كما قلت لكم ان شاء الله هذا اللاعب يعني يشوف هذه القضايا اللي عاشها في الاونه الاخيره بمنظور ايجابي، يحاول يعني يشحن نفسه بالطاقه الايجابيه قبل بطوله كاس امم افريقيا، ويفجر الطاقه السلبيه في هذه البطوله ان شاء الله في الاراضي الايفواريه، طبعا في المستطيل الاخضر، ما يروحش بالكم اعزائي الكرام لحاجه اخرى. فان شاء الله نتمنوا له كل التوفيق هو ولاعبي المنتخب الوطني الجزائري بصفه عامه. وطبعا في الاول الأخيرة سقسيتوني وقلت لي يا وليد كيفاش نقدروا نصوتوا على رياض محرز في جوائز البلوب سوكر؟ طبعا اعزائي الكرام ها هي الطريقه الظاهره امامكم، يعني تدخلوا لهذه القائمه ميدل ايست، يعني بيست بلاير ان ميدل ايست، دخلوا عليها اعزائي الكرام وتلقاو اللاعبين، تلقاو رياض محرز في الخانه الخضراء لانه حاليا هو اللي راه يعني متفوق على جميع اللاعبين في التصويتات. فبارك الله فيكم، ماهر ما تحبش الحقره، فبالتالي انتقمت لرياض محرز من الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي خطف رياض محرز وكذلك قام بخيانة هذا اللاعب، وكانت خيانة القرن وفضيحة كبيرة جدا للاتحاد الافريقي وسقطة كبيرة له بشكل كبير جدا. على كل حال، كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام.